النتيجة منذ الدقائق الأولى، بالتحديد عن طريق أشرف كرير ضد مرماه. يوسف البليلي هو من لمس الكرة، ولكن أشرف كرير هو من سجل ضد مرماه، كان ذلك في الدقيقة 17. ثم سيتمكن النجم الرياضي الساحلي بنفس الطريقة من تعديل النتيجة ركنية، ومنتصر الطالب يضع الكرة داخل شباك فريقه، ثم تمريرة ممتازة من حمزة الأحمر إلى الخليل بانغورا يسجل الهدف الثاني، كان ذلك في الدقيقة 44. الترجي يعدل النتيجة، ضربة جزاء لطه ياسين الخنيزي في الدقيقة 85، تتغير المعطيات، ثم تقريبا عشنا 16 دقيقة وقت بديل، تمكن خلالها الترجي الرياضي التونسي في التحديد في الدقيقة 101 من تسجيل الهدف الثالث عن طريق هيثم الجويني الذي أقصي بعد ذلك بعد أن نزل